إيران ليش ما تقلق من هذه الخيارات اللي حطتها إسرائيل؟ لا بل تقلق، إيران قلقة جدا من إسرائيل، وإيران تعلم تماما أن القوة الشرسة الوحيدة والتي خاضعة للاستفزاز هي إسرائيل، وإسرائيل بممكن أن تقوم برد فعل ورد فعل عنيف. هذا يعني إسرائيل تخاف من إيران من هذا، وإيران تخاف من إسرائيل، ولهذا السبب هي تحاول أن تشغل أوروبا أولا ثم تشغل أمريكا أولا، ومحاولة لإبراز وتفكيك الحلف العربي الإسرائيلي في محاولة لعزل إسرائيل وجعلها وحيدة، وهي نجحت في هذا إلى حد ما. إسرائيل كادت تشرع بعمليات نوعية قوية في الأسابيع الأخيرة ضد إيران، ولكن طبيعة السياسة الأمريكية وطريقة إيران في تفكيك الحوار مع كل هذه الأطراف أضعف إسرائيل وأزلها إلى جانب، يعني جعلها إسرائيل لا تستطيع، إن استطاعت عسكريا أن تنفذ هذا الأمر تعبويا ودوليا وسياسيا تحتاج إلى تعبئة أكثر، وإلا إسرائيل متمكنة مهاجمة أي أهداف استراتيجية في إيران في أي لحظة، وربما ستضطر لاحقا لفعل مثل هذا الأمر. كله يتوقف على مدى رؤية العالم لإيران ومدى تعاطيها الإيجابي مع المفاوضات. وأنا أشك في نهاية المطاف إيران ستحصر الجميع في زاوية محرجة وستنتهي بمكتسبات، من المكتسبات الخطيرة أن تحصل على نفوذ دائم في العراق. إيران سوف لن تقبل أقل من شيعة العراق تحت نفوذها التام، ولكن الصراع على النخيب مثلا، النخيب مثلا إصراع إيران وتأكيدها عليه هو ليس لأهمية النخيب، بل أهمية النخيب كقدمة متقدمة لتهديد إسرائيل ودول الخليج. هذه أشياء تقرأها طيب. إسرائيل والعالم كله.